السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نرسم رصيف، فهستخدم أمر فلور بالشكل دوت. تمام. طيب لو أنا الرصيف دوت عايز أخلي فيه انحناء بالشكل دوت، ممكن أقول له edit boundary واستخدم الفيلت أرك بالشكل دوت، بحيث إن الرصيف ميبقاش حد بالشكل دوت. طيب عايز اضيف رصيف كده صغير كده بماتيريال مختلفه او بشكل مختلف، فانا ممكن استخدم من استراكشر واقول له ان انا عايز اعمل من فلور سلاب ايدج بالشكل ده، بس مش هو ده الشكل اللي انا عايزه، فهدوس تراجع. تمام. وهروح قايل له انا عايز اعمل بروفايل، فايل نيو فاميلي، واختار بروفايل متريك بروفايل. وابدا ارسم البروفايل بتاعي بالشكل دوت. ممكن دي نخليها قوس مثلا لو احنا حابين، وهكذا. تمام. طيب ممكن نقول له سيف عشان نسيفها. واسميها مثلا اي اسميها على الديسكتوب اهيت، واروح اقول له حملها لي في المشروع. لما هاجي بقى اقول له فلور واقول له سلاب ايدج، اروح هنا داخل الايديت تايب واقول له ان البروفايل اللي انا عايزه عايز اللي هو اي اي، وتقدر تغير فيه الماتيريال لو انت حابب. وبعد كده هقول له هنا من استراكشر انا عايز فلور ايدج بالشكل دوت. تقدر بقى تيجي هنا وتقول له انا عايز اغير الماتيريال، مثلا وايت، ممكن لو انت عايز تخليها جيبسون وول او كلاد بالشكل ده.